تشكل المناطق المصنفة جيم 61% من مجموع الأراضي في الضفة الغربية. تتميز الأراضي الواقعة في المنطقة المصنفة جيم بتعدد الموارد الطبيعية ومصادر المياه، فمعظمها مناطق زراعية ومحميات طبيعية. يعتبر الاستثمار فيها أساساً لتطوير الاقتصاد الوطني وإنعاشه، تحديداً الاستثمار في المجال الزراعي. إن وجود قرابة 300,000 فلسطيني موزعين على 532 تجمعاً سكانياً يعزز فرصة استثمار هذه الأراضي. على الحكومة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق المصنفة جيم وتشجيع الاستثمار فيها وتطوير آليات فعالة لدعم المشاريع الزراعية على وجه التحديد. اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين